من حمده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم ضعفنا وفرج همنا ونفس كربنا وتقبل شهداءنا. اللهم داو جرحانا. اللهم فك أسرانا. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا ووحد صفنا واجمع كلمتنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل خوف أمنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وثورتنا من شر المتآمرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم حقق بقية أهدافنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم حال اللهم إنك تعلم حالنا ترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا. اللهم ناصر المستضعفين انصرنا. اللهم إنا نستنصر بك ونعتمد عليك ونتوكل عليك فلا تردنا خائبين ولا مهزومين ولا من رحمتك يائين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا الثوار في سوريا. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم احفظ دماءهم يتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بشرنا بمقتله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تقم له ولغيره من الطغاة والظالمين غاية. اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا